السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله دخلت باش نبارك لكم العيد الصغير اللي جا بعد رمضان ان شاء الله. تنقول لكم عيد مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله هاد الصوره اللي كتشوفوا قدامكم كانت اليوم اللي عندي فيه جوج الاعياد اللي انا فرحانه بيهم. جوج الاعياد اللي هما عيد الصغير كي قلت لكم، والعيد الزواج ديالي اللي هو 22 سنه كملتها، جاتني قدها قد العيد. كان نهار عجبني وبغيت نشاركه معكم، ولكن ماشي شي حاجه. المهم غادي نقول لكم غير شنو انا دوزت فيه النهار كامل، وهذا الشيء ما كان. يلا نبداو على بركه الله. بالنسبه للطبيله اللي كيف شفتوها، ها انتم، هذه هي الطبيله ديالي. هذه اول حاجه اللي كندير، انني كنفرقوا يعني الصباح ديال العيد الحليبه مع التميرات، وهذه حليوه ديال اللوز اللي كنصوب اللي خدمت حتى للناس. هذه غريبه البهله مع صابلي اللي وريتكم في هذاك اللايف، كذلك صابلي وحلوه دريش بوند. وهذه الكعبه وبريوات ديال اللوز، يعني طبيس الخاص هي باللوز. وهذا كذلك صابلي مشكل هذه بليغه وبريوات ديال الكاوكاو اللي كنت شركت معاكم واللي تعاودتهم، والصابلي، وهذا صابلي اخر، وهذا كذلك هو صابلي بالشكلاط. وهذه كيكه اللي غادي نزل لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو، وكذلك هذه الكيكه اللي كنت صوبت لكم العائليه ديال اللي صوبت لكم عاد راني غادي نحط لكم الرابط ديالها. غير درتها في مول كاري مستطيل، وهذه درتها عاوتاني هذه المره هكا. هانتوما شفتوا كي كتجي روعه. صافي هذه هي الطبيله، وخلاص بريريدنا ديال اتاي عاد هادي نديرو. وخلاص الفطور راني بلا ما نقول لكم، الفطور راه بوحدو، لانه ضروري خصك تفطري بغيرين مسمنات بيضات مسلوقين. المهم الفطور بحال العاده، وبرير داتاي، المهم الطقاطق اللي كيتحط في الفطور، وصافي بلا ما نكثر ولا هذا. صافي داك الساعات دابا غادي شاركت معكم غير انا هادشي اللي غادي ندير في الصباح، باش غادي الحليب والتمر، ومن بعد حيت يرجعوا من الجامع ان شاء الله غادي نجلسوا بالجلسه ديالنا هي هادي. من بعد داك الساعات كنعطيكم شنو كندير حتى كنفطروا، عاد كنجلسوا بهاد الجلسه هادي النهار كامل. شي يزيدوا الدراري عاد عندي ديكشي الحليوات ديالهم اللي كيشريو واللي كيزيدوا وكيحطوهم قدامهم. صافي ومن بعد صافي غادي نشارك معكم كذلك حتى العشاء. العشاء اللي ما غاديش نشاركوا معكم في الطياب، ما يمكنليش دابا انا غادي نقدم لكم الطياب واليوم العيد، غير هو واحد الحاجه انني غادي نحط لكم، غادي تكون غادي عندي فيه اللحم وعندي فيه بسطيله. غادي نحط لكم الرابط ديال اللحم اللي دائما كنكرروا عليكم وكنوجدوا لكم، ودائما نحط لكم الروابط على جميع النوعيه ديالو اللي كنصوبوا. وبالنسبه للبسطيله، البسطيله غادي يكون فيديو خاص بها، وراكم كلشي غادي تشوفوه دابا بلاتي فاش تقرب العشاء غادي نحط لكم باش تشوفوا الفيديو كيفاش كيجي. كيفاش ماشي زعما غادي ندير شي حاجه عندي الضياف ولا عندي شي حاجه، غير بان بيني وبان بين وليداتي. كتعرف هذا الوقت ديال الحجر الصحي راه ما بقاوش كيتجمعوا الناس. المهم هذا هو اللي احتفلت بعيد اللي دائما كنحتفلوا به في كل عيد. كنتمنى لكم انتم دوزوا نهاركم زوين، ومهم كنتقاتلوا كنوجدوا هكا وهكا. ضروري اي مائده مغربيه راه كتكون فيها هادشي، وكلشي تبارك الله اللي راه تيحط الشهيوات من وليداتو، وكلشي كيبغي يفرح وليداتو والزوج ديالو والعائله ديالو الاقربين اللي كيجيوكم زياره. المهم الله يجيب لنا شي وقت حسن من هذا باش يجيونا البعاد والقراب، باش نتمتعوا بالجلاس الجلسه معاهم. وشاهد هذا هو اللي غادي نقول لكم، كنتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، ونتلاقاو ان شاء الله في العشاء. يلا احبكم في الله واشركم بركه، بالصحه والسلامه. صافي بالنسبه للفطور، الفطور كنكونوا حنا عندنا البروغرام ديال اوروبا، ماشي هي البروغرام ديال الناس المغرب. حنا عندنا كان ما بين الغداء وهذا الشيء هو هذا اللي كناكلو، يعني شي حاجه بسيطه اللي كنحطوا فيها هذا الشيء كامل كيف ما بغى الانسان، يحط بغرير مسمن كومير بريدات اي حاجه، ولكن حنا كناكلو يعني الوقت مقرب ماشي بحالكم نتوما. هذا هو الفطور اللي انا فطرت به.
درت هذا النهار بسطيله اللي طلبوها مني بزاف ديال الاخوات، واضطريت انني نقدمها لكم. هاد البسطيله هذه اللي كتشوفوا راني غادي درت لها فيديو خاص بها، يعني ما يمكنليش ندخل دابا فيديو فيه الماكله والطياب وحنا محتفلين. المهم هذا البسطيله هماويه ديال الشان والمرشان، فاسيه على حقها وطريقها. انتظروا الفيديو ان شاء الله القادم بعد ما غادي تبارطاجيو هذا وتخليو لي شي 10000 باش كتشد شجعوني، وغادي نجزلها لكم ان شاء الله من الأ حتى لزيت، مطرطقه واعره كتجي معلكه هماويه فاسيه على حقها وطريقه. بالنسبه للطبق الثاني رافقت واحد جوج كتيفات درت خلتهم في الفران، غادي نحط لكم الروابط اسفل الفيديو ديال اللحم مشوي واللحم في الفران. لفق رافقتهم مع هاد لومبيا ولا هاد القرنطات اللي كيكونوا المملحات مخلطين ما بين الدجاج اولا الحوت وداك اللي باش مزوقته. صافي رافقت هاد الحيمه هادي بديك قنينطات ديال الدجاج اولا قنينطات ديال الحوت، كانوا عندي مخلطين وشويه ديال السويغيس ديال الطوماطه ما دخلتهم جمعتهم في الفران، زائد الشليضات اللي درت فيها شليضه محمره وداش الرز. صافي كافي هادشي، كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم، كنتمنى الفيديو ان يعجبكم ان شاء الله حتى نتوما، وكنضرب لكم موعد مع فيديو جديد. وشكرا لكم وعيدكم مبارك سعيد نتوما وعلى جميع المسلمين عامه اجمعين، شكرا لكم.